مستني رضا العزب اللي عمل له اوفر لاب كويس، لكن سعيد كمال هنا البينيه، معروف يوسف راح، معروف بيسدد، والتاني لاتحاد الشرطه، ومعروف يوسف بيرد المعروف لاتحاد الشرطه وبيسجل الهدف التاني من بينيه سعيد كمال في ظل غياب لدفاع نادي الزمالك. معروف يوسف يروح انفراد بمواجهه عبد الواحد ويسجل الهدف التاني لاتحاد الشرطه. وقلت لكم وكررت كلمتي، ومعروف يوسف بيسجل هو الهدف الثاني لمصلحة اتحاد الشرطة. معروف يوسف 2-1 لاتحاد الشرطة، وفي الدقيقة 57 النيجيري معروف يوسف بيسجل. راح انفراد، خد مكان سعيد كمال، محدش كان مكمل معاه، لكن ادي هنا معروف هو اللي راح وركن على يمين عبد الواحد السيد، والمباراة تبدأ كده تصعب على الزمالك. عمر جابر يفتح من اليمين عند احمد سمير، عدى وبيحاول، لكن الكرة موجودة وخطأ وضربة حرة لمصر.